تأكيد الكابتن محمود الخطيب على إنه هي دي قيمة النادي الأهلي وده دور النادي الأهلي. نشوف في الجزء الثاني من كلمة الكابتن الخطيب. قبل ما أتكلم عن شركات وكيانات النادي الأهلي الخمسة، عايز أتكلم عن المهندس إبراهيم العرجاني وشركة أبناء سينا والعلاقة اللي جمعت بين النادي الأهلي وهذه الشركة الوطنية، اللي الحقيقة اللي هي عملت وأنجزت كتير جدا من المشروعات القومية. وعايز أحكي لحضراتكم، من سنتين تقريبا يعني كان عندنا مشكلة في جراج فرع مدينة نصر، وكانت الأمور متعطلة، مش بس مدينة نصر، مش بس الجراج، كمان السور اللي على الشارع الرئيسي. ساعة أحكي لكم حكاية كده الحقيقة، يمكن يعني حضراتكم سمعوها مني. يعني الساعة 6:10 الصبح، 6:10 صباحا، لقيت تليفون من سيد رئيس الديوان، قال لي يا كابتن محمود الرئيس بيمر، سيادة الرئيس بيمر، والرئيس انتوا ليه طريق النصر اللي هو الشارع الرئيسي اشتغلتوا وعملتوا حاجة كويسة جدا، البوابات والأسوار، ليه بقى طريق النصر اللي هو الرئيسي ده ما اشتغلتوش فيه؟ فشرحت ان احنا عندنا يعني ما نقدرش نشتغل فيه علشان في فدانين جوه ليهم علاقة بمطار الماظة، ما ينفعش ان احنا نعمل اي مباني فيه. دقيقتين ورجع لي قال لي اشتغل بكره. قلت له يا فندم يعني ما حدش هيوقفنا؟ قال لي الرئيس بيقول لك اشتغل بكره. فده الحقيقه يمكن موضوع تاني برضو. قلت له طب يا فندم احنا عندنا الاسوار اللي احنا فيها مدينه اللي هي الجزيره والبوابات كان في برضو مشكله صغيره. فحكيت له عليها. ربع ساعة ورجع قال لي اشتغل بكرة، خلص بكرة. هنا الحقيقة يمكن كنت عاوز أشكر سيادة الرئيس، لأن الكلام ده بقاله متعطل بقاله سنوات طويلة جدا، وخاصة الجراج بتاع مدينة نصر. وإحنا على طول الحقيقة بعد توجيهات سيادة الرئيس كل الإجراءات والتراخيص الخاصة بأسوار النادي تخلص، يعني ده توجيهاته، الحاجات دي كلها تخلص، وجراج النادي الاهلي لازم يخلص، لان كان في مشكله كبيره جدا للاعضاء، زي ما هنا عندنا مشكله برضو هنشوف نحلها ازاي باذن الله. واحاول اتكلم برضو مع المهندس ابراهيم ازاي نحل مشكله الباركنج هنا، الجراج هنا، طبعا هنا ما فيش مكان، نحلها ازاي هنفكر يعني. المهم احنا اتحركنا طبعا على طول عشان ننجز اسوار النادي والبوابات ونعيد بنائها مرة تانية ونعمل الجراج. وعلى فكرة بقى مشكلة الجراج دي كان بقالها حوالي زي ما قلت حوالي 20 سنة، وأعضاء النادي في مدينة نصر بيعانوا مش لاقيين مكان، لكن بإذن الله زي ما تم هناك إن شاء الله يتم هنا إن شاء الله. وزي ما احنا اتحركنا بسرعة الحقيقة لقينا الأسرع مننا، الأسرع مننا لقينا تحرك أسرع واستجابة أكبر من الدولة من خلال إحدى الشركات الوطنية، وعلى رأسها الحقيقة رجل محب لبلده ومحب للنادي الأهلي، هو المهندس إبراهيم العرجاني. وقال إحنا جاهزين نخدم النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، وحننجز مشروع جراج في وقت قياسي. وهنا برضو الحقيقة إحنا طبعا بنتعاقد مع شركة من الشركات الوطنية من خلال الأجهزة بتاعتنا، يعني إنها هي اللي بتبني، وهم من هم بيشتغلوا مع الجهاز واشتغلوا. واسمح لي بقى المهندس ابراهيم يعني اقول لي رقم ان 30 مليون جنيه، لكن ما خدوش اي مقابل، ما خدوش فلوس يعني. فلما وصل المشكله للمهندس ابراهيم قال لهم انتوا واقفين عشان ايه؟ دي توجيهات سياده الرئيس وده النادي الاهلي، الموضوع يخلص فورا من غير ما تاخدوا ولا مليم، يخلص الموضوع وبعد كده نتحاسب. هنا الكلام وأن ينصب النادي الأهلي الفضل لأصحابه بذكر الدور الحاسم لسيادة الرئيس اللي يعني اشتغل وأنا ساعدك، إيه اللي معطلك؟
لان زي ما قلت لكم النادي الاهلي في مكان استراتيجي كان مرتبط باعمال رائعه جدا تمت في مدينه نصر وكباري وكان دي هتبقى نقطه يعني نشاز كده اختناق. اشتغل بكره الصبح وانا الاجراءات هتتم وانت بتشتغل. شركه الاورجانيك ليها 30 مليون جنيه اشتغل وبعدين نتكلم. فكل الناس اشتغلت و و و و و وهنا زي ما بقول يعني هو الحقيقه الرئيس وطول عمره يقول لك انا اذلل الصعاب لمين؟ للي عايز يشتغل. ما بيديش منح يعني ان تنتظر ان تحصل على منح هذه ماساه. ولكن ان تنتظر لتحصل على تسهيلات للعمل هو ده الشغل. بسرعه الانجاز. هو ده الشغل. فانت كل اعمالك اللي كانت متعطله بقالها سنوات الكابتن بيقول لك اللي مستني رخصه واللي مستني رسمه واللي مستني بكلمه يا جماعه ما تعطلوش الدنيا. شغلوهم واستوفوا اللي انتوا عايزينه واحنا بنشتغل. وانت لما تشوف النهج بتاع الدوله والنهج بتاع الرئيس ولذلك يتحقق في سنوات ما لم يتحقق في عشرات السنوات قبل كده. لان تملي كان يتقال لنا استاذ ابراهيم الفجوه بيننا وبين الغرب 50 سنه. لو استنيت هتبقى 100 سنه. فانت عايز ال 50 سنه دول يبقوا 40 30 20 تفضل تسد في الفجوات دي. عايزه منك سرعه مضاعفه عشان تعوض الوقت المهدر ده. وهنا الكلام بتاع الكابتن خطيب والحقيقه يعني من لا يشكر الناس يعني لا يشكر الله. يعني ادي الفضل لاصحابه وكان الشكر واجب لدور السيد الرئيس. وهو الشكر هنا بيحفز لمن يرغب في العمل سيجد هذا الدعم.